بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنكمل حصص المراجعة، والنهاردة عندنا مراجعة الموضوع الرابع، المنطق وتكنولوجيا الاتصالات. بعد كده إن شاء الله هنبدأ مراجعات شاملة عامة على المنهج كله. فكر حضرتك إن إحنا رجعنا قبل كده على الموضوع الأول والتاني والتالت المرة اللي فاتت، والنهاردة الموضوع الرابع. معاكم الأستاذ محمد طه شلبي، موجه بالتربية والتعليم بالدقهلية. نبدأ بالسؤال الأول. علم القيادة أو التحكم في الأحياء والآلات ودراسة آليات التواصل في كل منهما، هو هل هو علم المنطق المرن ولا المنطق الرتيب ولا السبرنطيقة ولا المنطق الثنائي؟ تعال معايا الأول نراجع كده على الكلام اللي قدامك، تقوم تقدر تتعامل مع الموضوع وتحل. فكر معايا، أولا ما معنى المنطق المرن؟ المنطق المرن بكل بساطة إن إحنا عندنا منطق ثنائي القيمة. يعني إيه منطق ثنائي القيمة؟ يعني منطق لا يحتمل إلا قيمتي الصدق والكذب، فيبقى منطق ثنائي القيم. هل المنطق ثنائي القيم يعبر عن الواقع؟ لا. لماذا؟ الواقع ليس ثنائي، الواقع متعدد القيم. يعني مثلا هل الواقع طويل وقصير؟ لا، الواقع في حد طويل، في حد أقل طولا، في حد أقل. إذن المنطق الثنائي يكذب أحيانا ولا يستطيع أن يتعامل مع الواقع. لذلك جالنا لوكاشفيتس وعمل نوع جديد من المنطق اسمه المنطق متعدد القيم، واللي بيتعدى قيمتي الصدق والكذب، ومنطق يقدر يعبر عن الواقع اللي احنا موجودين فيه اللي هو طويل وطويل الى نوع ما واكثر طولا ثم وهكذا. يعني عامل لي الفرق بين الناس درجات كتير مش درجتين اتنين. طب المنطق الرتيب، المنطق الرتيب هو المنطق اللي بينتقل من المقدمات الى النتائج، يعني نتائج تلزم عن مقدمات، فده منطق رتيب. برضو الحياة اللي احنا فيها عادت سريعة وما عادتش بطيئة، وما عدتش بنتقل من مقدمات لنتائج فقط، انا عايز اقفز الى النتائج بدون ان يكون لدي مقدمات او لدي عدد قليل من المقدمات فقط. فجي واحد اسمه ماكيرسي وعمل لي منطق جديد اسمه المنطق غير الرتيب، المنطق اللي بيقفز إلى النتائج بأقل عدد ممكن من المقدمات. طيب عند المنطق الثنائي ما احنا قلناه اللي هو المنطق اللي هو سالب وموجب، صادق وكاذب، مفيش غير قيمتين اتنين. طيب أمال إيه السبرنطيقة ده؟ ده علم جديد بيجمع أكتر من علم مع بعض زي الفيزياء والكيمياء والرياضة والفسيولوجيا وغيرهم، وده منطق جديد بدرس فيه وحلل الطرق التي تعمل بها الطبيعة عشان أنقلها إلى الكائنات الإيه؟ الكائنات ذات الحركة. يعني باخد حركة الكائن الحي وحركة الطبيعة وحركة الطير وهنقلها إلى الآلات الأوتوماتيكية. يبقى بالتالي أنا عندي القدرة على القيادة أو التحكم. وإحنا بنشرح أيامها أنا ضفت لك كمان إن هو علم الدفة أو علم القيادة أو علم التحكم، أو إن آلة صغيرة بتتحكم في آلة كبيرة. يبقى بالتالي أنا بدرس الآلات وبعمل بينها وبين الريموت مثلا تواصل، يبقى إذن هي القيادة أو الدفة أو أذى. يبقى إذن أنا هنا ما أقول إن أنا عايز علم القيادة أو التحكم في الأحياء والآلات ودراسة آليات التواصل في كل منهما،
أنا أقصد علم السبرنتيقة. يعني أرجو تكون بتستفاد وبتسجل ورايا عشان تستفاد أكتر. السؤال الثاني: تعتبر نسخ ومحاكاة لما يدور داخل العقل البشري والجهاز العصبي من إدراكات واستدلالات وتحليلات وتطبيقات داخل المعدات البشرية المعدات الإلكترونية. تاني: تعتبر نسخ ومحاكاة لما يدور داخل العقل البشري والجهاز العصبي من إدراكات واستدلالات وتحليلات وتطبيقها داخل المعدات الإلكترونية. هل ده المنطق المرن ولا الذكاء الاصطناعي ولا السبرنطيقة ولا المنطق الثنائي؟ ما تفكر حضرتك كده وتخش معايا. احنا قلنا المنطق المرن ده اللي هو منطق متعدد القيمة يستطيع أن يعبر عن الواقع. قلنا المنطق الثنائي حضرتك اللي هو قيمتي الصدق والكذب فقط أو أي شيء يتعامل مع قيمتين اتنين بس. وقلنا السبرنطيقة اللي هي علم القيادة وعلم التحكم وعلم إن أنا باخد حركة الآلة. طبيعة أنا بدرس تحرك الكائن البشري وكائن الطبيعي والطيور وما إلى ذلك وأحولها إلى الحركة الإلكترونية بحيث إن هو يتحرك زيه زي البشر. طب أمال إيه حكاية الذكاء الاصطناعي دي؟ أحد فروع الحاسب الآلي. بعمل إيه؟ بخلي الحواسيب تقوم بمهام مشابهة لما يقوم به الذكاء البشري. يعني إيه مش فاهم؟ يعني تصبح لدى الحواسيب المقدرة على حل المشكلات أو اتخاذ القرارات بأسلوب منطقي مرتب وبنفس طريقة تفكير العقل البشري. يبقى حضرتك فكر كده، هي نسخ أو نسخ ومحاكاة لما يدور داخل العقل البشري. يعني أنا بحاكي العقل البشري، يبقى أنا بتكلم على مين؟ برافو عليك، بتكلم على الذكاء الاصطناعي، إن أنا عايز أحاكي ما يحدث داخل العقل البشري، عايز أخلي الآلة تقوم بنفس المهام التي يقوم بها العقل البشري. من إيه؟ من اتخاذ قرارات، وإيه؟ وبنفس طريقة العقل البشري، وحل المشكلات، والتفكير في جميع القضايا التي يمكن أن يقوم بها العقل البشري، هخلي الآلة تشتغل زي العقل البشري بالظبط، يبقى ده مين؟ الذكاء الاصطناعي. إذا كانت الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي، فيمكننا اعتبار أن الدوائر الإلكترونية القائمة على الثوابت المنطقية هي وحدة بناء أي جهاز إلكتروني، ومنها الحاسوب الإلكتروني. تشير العبارة إلى الحديث عن، يعني تشير العبارة إلى الحديث عن المكونات المادية للحاسوب، ولا برمجيات الحاسوب، ولا الذكاء الاصطناعي، ولا المنطق الثنائي. احنا ما عدناش هنعيد بقى الذكاء الاصطناعي والمنطق الثنائي. انا شفت الكلام ده فين؟ شفت الكلام ده فين؟ ايوه شفته في المكونات حاسوب. انا عندي للحاسوب اتنين مكون: المكونات المادية للحاسوب وبرمجيات الحاسوب. بفتكر كده، ايه هي المكون المادي للحاسوب؟ هي ان عندي حاجة اسمها الثوابت المنطقية. طب ايه هي الثوابت المنطقية؟ اللي هي الوصل والفصل والشرط والتشارط اللي انت خدتهم في الفصل الثاني، اللي هي ابداعات جورج بول، اللي هي مجموعة الرموز اللي جورج بول حول اللغة الكلامية إلى لغة رياضية واستخدم بعض الرموز. الرموز دي زي النقطة اللي كنا بنقول عليها الوصل والفصل اللي هي السبعة أو عاملة زي الفي وغيرهم وغيرهم. طيب هذه الثوابت المنطقية أسست ما يسمى بالدوائر الإلكترونية، اللي هي ايه؟ اصبحت بناء او اساسيات بناء الحاسوب.
اللي عملت بعد كده اللي هي وحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو. يبقى إذن ده المكون المادي. أمال البرمجيات هي إيه؟ مجموعة من البرامج اللي إحنا بنأسسها بداية من قواعد البيانات وتصميم لغات البرمجة وصولا إلى الذكاء الاصطناعي. يعني أي برنامج موجود على الحاسوب زي برامج الميديا اللي هي بتشغل الفيديوهات، أو برامج الجافا اللي هي نظام تشغيل للبرنامج كله، أو برامج الألعاب، أو أي حاجة من البرامج اللي أنت بتستخدمها زي الصوتيات الوينامب وغيرها. طب أنا بقول دلوقتي الخلية وحدة بناء الكائن الحي. فإيه هي بقى وحدة بناء الكائن الحي؟ الدوائر الإلكترونية اللي هي معمولة على الثوابت المنطقية. يبقى أنت بتتكلم على المكونات المادية ولا بتتكلم على البرمجيات؟ لا، أكيد بتكلم على المكونات المادية للحاسوب، اللي هي برضو زي إيه؟ الماوس اللي هي الفارة، الكيبورد، الشاشة، الطبعة، كابل الباور، الجهاز اللي بحط فيه الاسطوانات، الفلاشة نفسها. وطبعاً ماديات الحاسوب ما انساش أقول لك إن منها مدخلات ومخرجات. يعني الماوس مدخل، جهاز اللي أنا بحط فيه الاسطوانة وبدخلها أو الفلاشة ما هي إلا مدخل. طب الشاشة مخرج، طبعا مخرج، وهكذا. يعني بيخرج بيانات أو بيدخل بيانات. إنما عندك البرمجيات قلنا زي برامج الألعاب وبرامج الصوتيات والحاجات دي كلها. السؤال اللي بعده، إن المنطق قاطع لا يتعامل إلا مع الصفر والواحد، الكاذب والصادق، الصحيح والخاطئ. نستنتج من القول السابق أحد أنماط التفكير المنطقية داخل الذكاء الاصطناعي، وهو المنطق الرتيب ولا المرن ولا متعدد القيم ولا ثنائي القيمة. أنا عايزك تفكر، أنا سايبك أنت، إحنا شرحنا لك الكلام ده وفهمناه لك قبل كده. الرتيب اللي هو مقدمات ونتائج، والمرن اللي بيتعامل مع أكثر من قيمة، وثنائي القيمة بتعامل مع قيمتين اتنين بس، ومتعدد القيم اللي هو المرن. فبيقول لك المنطق قاطع ورتيب لأنه لا يتعامل إلا مع الصفر والواحد، الكاذب والصادق. برافو على حضرتك، أنا سامعك كويس أو أنت بتقول المنطق ثنائي القيمة، لأن عندي قيمتين بس، صفر وواحد، كاذب وصادق، صحيح وخاطئ، وهكذا. لكن طبعا المنطق اتطور دلوقتي وبقى منطق متعدد القيم او ما يسمى بالمنطق المرن، لان المنطق ثنائي القيمة لا يستطيع التعبير عن الواقع، الواقع يكذب، بينما المنطق المرن يعبر عن الواقع. توجد مجموعة من الحقوق يتمتع بها الانسان على الانترنت، منها حقوق الخصوصية وحرية التعبير اللائق وحق الملكية الفكرية، ويعبر ذلك القول عن سلبيات الروبوت، سلبيات تكنولوجيا المعلومات، عناصر المواطنة الرقمية، إيجابيات الروبوت. فكر كده حضرتك. ها، طبعا سلبيات الروبوت انت عارفها، اللي هي بتؤدي إلى البطالة، وتؤدي إلى جيل جديد من الآلات يعمل بدل من البشر، وإحالة الأشخاص إلى التقاعد، والقضاء على الطبقة الوسطى. وسلبيات تكنولوجيا المعلومات، العزلة الاجتماعية، وإدمان الإنترنت، والقرصنة، وانتهاك الخصوصية الفردية والسطو على الملكية، وحصول على صورك بطريقة غير مشروعة، وما خفي كان أعظم. إيجابيات الروبوت إنه لا بيكل ولا بيمل ولا بيتعب، وبيشتغل بدل الإنسان ويستخدم في كل مجالات الحياة. أمال إيه عناصر المواطنة الرقمية دي؟ حضرتك عناصر المواطنة الرقمية الثقافة الرقمية. إيه الثقافة الرقمية؟ الاستخدام الآمن
لتعليم الطلاب المعلومات على الانترنت مع المحافظة على حقوق الملكية للغير. يعني ايه؟ يعني من المعلومة من حد لازم اوثق، اكتب هو ده ايه وجايبها منين وليه، واقول الصفحة ورقم الايداع ومين المؤلف، اللي هي الثقافة الرقمية. طب امال السلوك الرقمي اللي هو ايه؟ اللي هو سياسة الاستخدام الآمن. يعني ايه سياسة الاستخدام الآمن؟ يعني ان حضرتك بتعامل مع زملائي او معلميني باحترام حتى لو ما كنتش شايفهم. طب رقم اتنين، احمي خصوصيتي، ما انشرش الحاجات اللي انا عايز ما انشرهاش. طب الصحة والسلامة الرقمية يعني ايه؟ يعني اخد بالي من المخاطر الجسدية او النفسية الناتجة عن استخدام الانترنت. طب هو بيقول دلوقتي ان انا بحافظ على مجموعة الحقوق على الانترنت، وبحافظ على الخصوصية وحرية التعبير وحق في الملكية الفكرية، يبقى انا بتكلم على الثقافة الرقمية، يبقى بتكلم على عناصر المواطنة الرقمية. ولو انا جايب عناصر هقول لك دي الثقافة ولا السلوك ولا الصحة والسلامة، لا دي الثقافة الرقمية، اني بحافظ على ملكية غيري وبعبر عن خصوصيتي وحريتي وبحترم خصوصية غيري وحرية غيري. الاحتمالات عديدة وممكنة، وحتى لو بلغنا اعلى درجات العموم، فاذا اخذنا بمبدأ ثنائية القيم فنحن عرضة لأن يكذبنا الواقع. نستنتج من القول السابق إحدى أنماط التفكير المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وهو المنطق عند، يبقى أنا عايز العالم. هل هو العالم ماكيرسي ولا لوكاشفيتس ولا كوالسكي ولا جورج بول؟ فكر. هو بيقول لي دلوقتي لو أنا استخدمت مبدأ ثنائية القيم يبقى الواقع هيكذبني. طب ثنائية القيم دي كانت عند ماكيرسي؟ لا، ده ماكيرسي ده اللي عمل المنطق غير الرتيب سنة 1970. طب امال كوالسكي ده الرجل اللي قال لك يا جماعة احنا هنستخدم لغة المنطق المحمول، او الفريق اللي كان بيدافع عن استخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي. طيب وجورج بول الراجل اللي حول العلاقات الكلامية إلى علاقات رياضية، حول الكلام لرموز. أمال لوكاشفيتس ده اللي عمل المنطق المرن، المنطق متعدد القيمة، ردا على المنطق الثنائي اللي الواقع بيكذبه. يعني إيه الواقع بيكذبه؟ يعني أنا بقول الواقع طويل وقصير. غلط. الواقع لا عمره كان طويل ولا قصير بس، ولكن الواقع ايه؟ طويل واقل طولا واقل وقصير واقصر منه واكثر منهما وهكذا. يبقى انا بتكلم على مين؟ على المنطق عند لوكاشفيتس اللي هو صاحب المنطق المرن او المنطق متعدد القيمة ردا على ثنائية المنطق. استخدمت وزارة التربية والتعليم شبكة الإنترنت لتقديم محتوى تعليمي لمساعدة الطلاب أثناء جائحة كورونا، وذلك من خلال إنشاء منصات تعليمية للتواصل بين المعلمين والطلاب مباشرة، وبث فيديوهات تعليمية وتقديم شروحات للمناهج الدراسية. تشير العبارة إلى سلبيات تكنولوجيا الاتصال ولا عناصر المواطنة الرقمية ولا سلبيات الروبوت ولا إيجابيات تكنولوجيا الاتصالات. فكر حضرتك، أنا مش هحللك السؤال ده، أنا هتفرج عليك وانت بتحل وأشوف انت عملت ايه. يلا ها، وزارة التربية والتعليم، الناس قاعدين في البيوت، المنصات التعليمية هتشتغل زي المنصة اللي احنا شغالين منها حاليا وغيرها، والفيديوهات اللي هتقدم شروحات على شبكة الانترنت. برافو، دي ايه؟ إيجابيات تكنولوجيا الاتصال، ومش محتاجة إن أنا أوضح لك حاجة واضحة. السؤال
يقول لوكاشفيتس منتقدا المنطق الثنائي القيم الحتمي: تبدو الحتمية في الأحداث الكونية كما لو كانت دراما سينمائية، ونحن في منتصف العرض ولا نعرف نهايته، على الرغم من أن كل واحد منا ليس متفرجا فقط بل ممثلا في هذه الدراما. تشير العبارة إلى اهتمام لوكاشفيتس بالمنطق الرتيب ولا الغير رتيب ولا متعدد القيم ولا المواطنة الرقمية؟ حضرتك بقى المفروض تعرف السؤال لوحدك. ها، لوكاشفيتس ده اللي رفض ايه؟ المنطق الثنائي، وهو بيقول لك اهو، يبقى هو كان عايز ايه؟ برافو، المنطق متعدد القيم، المنطق المرن. يبقى حضرتك، انا مش هقعد اعيد السؤال كتير، حضرتك لازم تكون فايق معايا ومركز. تقليل حالة الاغتراب وسهولة متابعة أخبار الأهل والأقارب أو الأصدقاء الذين يعيشون على مسافات بعيدة لحظة بلحظة دون أن تنقطع أخبارهم، يعد من إيجابيات تكنولوجيا المعلومات ولا سلبيات تكنولوجيا الروبوتات ولا سلبيات تكنولوجيا المعلومات ولا إيجابيات تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا الروبوت؟ ها، فكر حضرتك كده. تقليل حالة الاغتراب وسهولة متابعة أخبار الأهل والأقارب أو الأصدقاء الذين يعيشون في مسافات بعيدة لحظة بلحظة دون أن تنقطع أخبارهم، إيجابيات تكنولوجيا المعلومات ولا سلبيات تكنولوجيا المعلومات؟ طب سلبيات تكنولوجيا الروبوتات ولا إيجابيات تكنولوجيا الروبوتات؟ بسهل لك، إنك تتصل بأهلك في أي وقت وإنك تكلمهم في أي وقت، عندك الواتساب وعندك الانستجرام وعندك التويتر وعندك حاجات كتير جدا تقدر تتابع اهلك لحظه بلحظه وشايفهم دون ان تنقطع اخبارهم، فيديو وصوت وصوره، يبقى ايجابيات تكنولوجيا المعلومات. توضيح المراجع والمصادر المستخدمه وتجنب السرقه العلميه للأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم تقديمها، يشير ذلك إلى السلوك الرقمي ولا الصحة والسلامة الرقمية ولا السرقة الرقمية ولا الثقافة الرقمية. وإحنا بنتكلم على إيه الوقت؟ كيفية التعامل مع الصور السلبية لتكنولوجيا المعلومات اللي هي لسه قايلين من شوية اسمها المواطنة الرقمية. وضحنا لحضرتك يعني ايه السلوك الرقمي، انك تحمي خصوصيتك وما تنشرش الحاجات الا اللي انت عايز تنشرها، وان حضرتك تحافظ على كرامة اصدقائك ومعلميك حتى لو انت ما انتش قدامهم. وقلنا حضرتك ان الصحة والسلامة الرقمية ان بعض الامراض بتحصل لك نتيجة الجلوس امام الشاشة او نتيجة انك قاعد ساعات طويله جدا بدون حركه، ده غير الامراض الايه النفسيه الكتيره اللي بتحصل لك نتيجه القلق والاغتراب وما الى ذلك. طيب الثقافه الرقميه انك بتحافظ على ملكيه الغير وانك بتحمي خصوصيه غيرك وما بتطلعش على حاجه الغير. طب هو هنا بيقول لك توضيح المراجع، يعني ايه توضيح المراجع؟ يعني انا كباحث خدت معلومات من مرجع، يبقى لازم اوضح أنا والله جايب المجموعة دي من الحتة الفلانية، الكتاب الفلاني، الدكتور الفلاني، الطبعة الفلانية، المطبعة الفلانية، صفحة كذا. يبقى أنا بوضح أنا جبت الحاجة منين. ما نقول مش أنسب الحاجة ليا، يبقى ده على طول إيه في المواطنة الرقمية؟ برافو، الثقافة الرقمية. اعتماد علماء الفضاء في أداء مهامهم العلمية على الآلات الذكية يعد ذلك تطبيقا واستخدام لإيه في حياتنا اليومية؟ الكمبيوتر ولا الروبوتات ولا الهاتف المحمول ولا الآلة الحاسبة؟ حضرتك عالم فضاء عايز يطلع فوق بس الجو مش مظبوط، أنا عايز أخليه يقعد سنين، يبقى أنا مش هبعت إنسان المرة دي، أنا هبعت إيه؟ برافو، هبعت روبوت.
هيستحمل الخادم أو العبد باللغة التشيكية، والذي أصبح يستخدم في كل مجالات الحياة بلا استثناء، سياحة وفنادق وطهي ومطارات وصناعة، وخاصة صناعة السيارات، سنجد الروبوت يحتل ويغزو كل هذه المهن. استطاع أحد علماء المنطق ابتكار لون جديد من التفكير المنطقي، واعتمد عليه علماء الذكاء الاصطناعي في حالة عدم توفر أدلة كافية للوصول إلى النتائج. هل هو العالم جون فين؟ ولا جورج بول؟ ولا جون ماكيرسي؟ ولا لوكاش فيتس؟ حضرتك بيقول لي في حالة عدم توافر أدلة كافية. وأنا عندي إيه؟ عندي منطق اسمه المنطق الرتيب. طب إيه هو المنطق الرتيب؟ إني بوصل إلى النتائج بأقل عدد ممكن من المقدمات، اللي هو بقفز إلى النتائج مع امتلاك عدد قليل جدا من المعارف. ده المنطق الرتيب. فراح جاي لمين؟ ها، برافو، جاي لماكيرسي سنة 1970، واكتشف لي حاجة جديدة اسمها المنطق غير الرتيب، الذي ينتقل بأقل عدد ممكن من الأدلة للوصول إلى النتائج. فالعلماء ما عادوش بيدوروا كتير، هو لقى شوية أدلة صغيرين فقفز إلى النتائج بدون هذه المقدمات. حتى الاعتماد على الروبوت سيؤدي إلى تقلص دور الشركات الصغرى والمتوسطة في المشاركة في عمليات الإنتاج. يعد ذلك إحدى سلبيات تكنولوجيا الروبوت، وهي تخطي الآلات قدرات البشر، ولا انتشار الأعمال الهامشية، ولا انتشار البطالة، ولا القضاء على الطبقة الوسطى. فكر كده حضرتك، تقليص يعني تقليل دور الشركات الصغرى والمتوسطة في المشاركة في عمليات الإنتاج. يعني الشركات الكبرى ما زالت موجودة، والشركات بقى اللي هي الدنيا خالص راحت، والشركات المتوسطة بتطير، والشركات الصغرى خلاص انتهت. يبقى أنا بقضي على الطبقة المتوسطة أو الطبقة الوسطى. السمة الأولى لبرامج الذكاء الاصطناعي أنها تستخدم رموزا غير رقمية، فهو يقوم بتحويل المعلومات إلى معرفة تمكننا من الوصول إلى الحل الذكي عن طريق الاستدلالات المنطقية. يبقى ده بيستنتج دور المنطق في تصميم لغات البرمجة، ولا أنماط التفكير، ولا تمثيل المعرفة، ولا تصميم الآلات الذكية. ها، فكر، أنا عشان أعمل برنامج ذكي أنا هستخدم رموز بدل الكلام، وهحول المعلومات إلى معرفة. أنت سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ فين اللي بحول المعلومات إلى معرفة؟ ها، برافو، دي إيه؟ تمثيل المعرفة. طب تعالى نشوفها كده. بيقول لك بظهور الذكاء الاصطناعي أدرك العلماء أن تعامل الإنسان مع مشكلة ما بذكاء يأتي نتيجة المعلومات. طب أنا هلم معلومات عن البيئة المحيطة، وهلم معلومات عن الموضوع، وهستخدم قدراتي العقلية وحول هذه الحصيلة المعلوماتية إلى معرفة. المعرفة ممكن تبقى كاملة أو ناقصة. يبقى افتح حساب وزود الحسابات بهذه المعرفة. مش هقدر، يبقى لازم احول اللغة الطبيعية اللي بتعامل بيها الى لغة الرموز اللي عملها جورج بول قبل كده. يبقى باخد ليه؟ لان اللغة الطبيعية عليها لبس وعليها غموض، يبقى بحولها للغة اصطناعية اخرى الا وهي لغة الرموز. وبكده يبقى انا ببسط آلة الاستدلال وبزيد من سرعتها، وكده يبقى ده اسمه دور المنطق في تمثيل
المعرفة. يقول دكتور ماهر عبد القادر: لقد استطاع اختزال المنطق في قواعد جبرية. واحد قدر يحول قواعد المنطق لقواعد جبرية بسيطة، مستندا على استخدام الرموز وقواعد للتأليف بينها في صياغات لحساب القضايا والمجموعات وإيجاد علاقات مشتركة بين تلك الأشياء. يشير ذلك إلى إسهام جون فين ولا جورج بول ولا ليبنتز ولا ماكيرسي. بنشوف كده ليبنتز ده عمل إيه؟ ليبنتز ده اللي عمل اللي جعل الكمبيوتر ممكنة، اللي قادت اكتشافاته لاختراع أول كمبيوتر بدائي، وأدت إلى اكتشاف المنطق الثنائي اللي أرسى قواعد وأنظمة المعلومات. طب جورج بول؟ جورج بول ده اللي أسس جبر المنطق، اللي كان بيستخدم صور رمزية لعلاقات منطقية، اللي حول العلاقات العامة بين مجموعة من الأشياء للتعبير الرمزي، يعني الصيغ الرمزية تقدر تعبر عن العلاقات العامة. طب جون فين سقف لمين؟ لجورج بول، وقال انه قدر يعالج المصطلحات باعتبارها متغيرات جبرية. يبقى انا بتكلم على مين؟ ايوه انا بتكلم على جورج بول، اللي حول العلاقات المنطقية الى رموز جبرية، واستخدم الرموز وألف بينها وعمل المنطق الجديد وعمل جبر المنطق. يقول أرسطو إن كل القضايا يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب. هذا القول يتعارض مع رأي جون فين، جورج بول، ليبنتز، لوكاش فيتس. أرسطو بيقول كل القضايا يمكن الحكم عليها بالصدق والكذب. هو إيه الصدق والكذب؟ برافو، ده المنطق الثنائي. طب مين هنا اللي كان ضد المنطق الثنائي؟ برافو، لوكاش فيتس. طب ليه؟ لأنه عمل المنطق المرن أو متعدد القيم، ولأن المنطق الثنائي ما عادش هينفع في الواقع أو هيكذبه الواقع. جميل. من الأضرار التي قد تنتج عن المبالغة في استخدام تكنولوجيا المعلومات الخمول لساعات طويلة والابتعاد عن أي نشاط جسدي يؤدي إلى السمنة، وما ينتج عنها من مضاعفات وأمراض. ينتج عن ذلك عدم التوعية بالثقافة الرقمية، السلوك الرقمي، الصحة والسلامة الرقمية، الأمن الرقمي. أنا هسكت 5 ثواني أهو، حسيبك أنت تفكر. هل أنا بتكلم عن الثقافة الرقمية؟ ولا بتكلم عن السلوك الرقمي؟ ولا بتكلم عن الصحة والسلامة الرقمية؟ أنا بتكلم أهو إن حضرتك هبتستخدم الإنترنت طول الليل وطول النهار، نايم على الموبايل ما بتقومش، فبقى عندك خمول لساعات، نايم على طول حتى لو قمت مدروخ وبتدخن، ويبقى عندك سمنة وحالتك صعبة. ده غير الأمراض بقى اللي بتصيبك بعد كده. طب يبقى أنا بتكلم على مين؟ برافو على حضرتك، الصحة والسلامة الرقمية، لأن جسمك بيتعب نتيجة أضرار المبالغة في استخدام تكنولوجيا المعلومات. تعتمد الأنظمة الذكية على برمجيات متقدمة للتعلم عن بعد، وهي قائمة على مدخلات من المعارف تم معالجتها باستخدام لغة المنطق الرمزي. العبارة الصادقة توضح إحدى مراحل عمل الذكاء الاصطناعي، وهي مرحلة البرمجة ولا التجهيز للبرنامج الذكي وتمثيل المعرفة ولا التنفيذ ولا التخزين. برمجيات متقدمة للتعلم عن بعد هدخل المعارف اللي أنا حولتها قبل كده باستخدام اللغة الرمزية. هدخل المعارف تاني اهو. لو انت رحت حضرتك للحتة اللي بتقول دور المنطق الرمزي في الذكاء الاصطناعي هتجيبها، المرحلة اللي بيتم فيها ادخال المعارف. برافو،
ايوه حضرتك شفتها اهو، مرحله البرمجه. انما مرحله التجهيز للبرنامج ان انا بحول المعارف اللي عندي للغه رمزيه. طب انا دلوقتي ايه؟ هدخل المعرفه الى البرنامج، يبقى انا بعمل عمليه برمجه. تعد المقاومه ريستور، تعد المقاومه ريستور من اهم واكثر القطع الالكترونيه شيوعا واستخداما، وتستخدم للتحكم في فرق الجهد الفولت كمقسم جهد، وشده التيار الامبير كمقسم للتيار، وتقاس المقاومه بوحده الاوم، وترمز بالرمز ار. تشير العباره السابقه الى البرمجيات ولا المكون المادي للحاسوب ولا المنطق المرن ولا المنطق غير الرتيب. تعد المقاومة ريستور من أهم وأكثر القطع الإلكترونية شيوعا واستخداما، وتستخدم للتحكم في فرق الجهد الفولت كمقسم جهد، وشدة التيار الأمبير كمقسم للتيار، وتقاس المقاومة بوحدة الأوم، وترمز بالرمز R. تشير العبارة السابقة إلى وحدة المقاومة. دي قطعة إلكترونية، يعني ايه؟ ممكن تكون ايه؟ برافو، مكون مادي، قطعة، حتة مقاومة بتتحط في الجهاز، يبقى ده مكون مادي، زيها زي الماوس، زيها زي الشاشة، زي أي حاجة. يهدف إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر، من حيث التعلم والفهم، بحيث تقدم تلك الأنظمة لمستخدميها خدمات مختلفة من التعليم والإرشاد والتفاعل وما إلى ذلك. تشير العبارة إلى السلوك الرقمي، الثقافة الرقمية، السلامة الرقمية، الذكاء الاصطناعي. أنظمة تتمتع بالذكاء، تتصرف كما لو كانت بشر، من حيث التعليم والفهم. انا شرحت لك الكلام ده كله، وكل المصطلحات ده انا قلتها لك قبل كده. فكر حضرتك، يلا ها، مين اللي بيتصرف كالبشر؟ احنا عايزين الآلة تحاكي العقل البشري، تفهم وتتعلم، تقوم باتخاذ القرار، تقوم بحل المسائل. برافو، الذكاء الاصطناعي. الانتقال من أحكام معروفة نفترض صحتها إلى أحكام تلزم عنها، التفكير الرتيب ولا التفكير غير الرتيب ولا المنطق المرن ولا المنطق الثنائي. أنا بنتقل من مقدمات لنتائج. أحكام معروفة نفترض صحتها إلى أحكام تلزم عنها. ها؟ هل ده المنطق المرن متعدد القيم؟ لا. هل ده المنطق الثنائي أبيض وأسود؟ لا. هل ده تفكير غير رتيب بنتقل بعدد أقل من المقدمات إلى النتائج؟ لا. أمال ده إيه؟ تفكير رتيب، مقدمات لنتائج، منطق قاطع ورتيب. يسعى إلى تجاوز ثنائية الصواب والخطأ الصارمة التي قام على أساسها المنطق التقليدي، ليقترب أكثر من واقع الإنسان. التفكير الرتيب ولا التفكير غير الرتيب ولا المنطق المرن ولا المنطق الثنائي؟ سيب لك فرصة اهو، فكر. أنا عايز أتجاوز ثنائية الصواب والخطأ، أنا عايز أعدل المنطق التقليدي، أنا عايز أقترب من واقع الإنسان، يبقى أنا عندي إيه؟ ها؟ أيوه، المنطق المرن، اللي هو أنا ما عادش عندي طويل وقصير، أنا عندي طويل وأكثر طول، أقل طولا وأقل أقل وأقل أقل إلى القصير والأكثر والأكثر منهما. يعتبر مجال الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بتمكين الآلات
من التفكير واتخاذ القرار، إذ يتم جمع وتخزين هذه المعارف التي تكتسبها الآلة في قاعدة بيانات تستخدم لتبادل المعرفة وإدارتها، وتكون مرجعاً لاتخاذ القرار أو اتخاذ أي قرارات ذكية قد تصدر عن الآلة. تشير العبارة إلى أحد أدوار المنطق في الذكاء الاصطناعي، وهو بناء لغة البرمجة ولا تمثيل المعرفة ولا آليات الاستدلال ولا المنطق مصدر لأنماط التفكير. أنا عايز أخلي الآلة تفكر وتتخذ القرار، عايز أجمع وأخزن معرفات على الآلة، عايز أعمل قواعد بيانات لتبادل المعرفة وإدارتها، عايز أعمل مرجع لاتخاذ أي قرار ذكي. ها فكر حضرتك، شغل مخك. تمام، تمثيل المعرفة. ليه؟ لأن أنا هجمع معلومات عن البيئة، عن المشكلة، هحاول أعمل ده كله وأحوله إلى رموز. أنا عايز أحمل ده كله على الحسابات، أنا عايز الآلة تتخذ قرارات بدل الإنسان. يبقى أنا بجهز للبرنامج الذكي وبجهز له، يعني بعمل تمثيل معرفة. يرى تيرال أن هناك العديد من الأسباب الاقتصادية العالية جدا في العالم الصناعي. تم استبدال العديد من العمال بأجهزة الحاسب. توظف العبارة إحدى سلبيات الروبوت، وهي القضاء على الطبقة الغنية ولا تقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء ولا إحالة الأشخاص للتقاعد ولا الحاجة الدائمة للبشر. أنا عندي أسباب كتير قوي 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 إن أنا مشي العمال دول واجيب بدلها اجهزه حاسب. انا بعمل ايه؟ بقدر على الطبقه الغنيه؟ لا طبعا. هل انا بقلل الفجوه بين الفقراء والاغنياء؟ مستحيل. هل انا كده محتاج للبشر؟ يبقى اذا انا بعمل ايه؟ احيل الاشخاص للتقاعد، يعني بقول له باي باي، مع السلامه يا عم العالم، انا هحط بدالك جهاز حاسب الي هو ادرى منك وافقه منك واحسن منك. يبقى انا بقلل الطبقة الوسطى، يعني بقضي على العمال وبحولهم إلى أشخاص متقاعدين وبحل الآلة محل البشر. مجموعة من عمليات الحاسوب المتكاملة لحل مسألة رياضية معينة أو القيام بعملية إحصائية أو لتصحيح صيغة تحريرية أو إنجاز عملية معينة أو تساعد على التعلم وغير ذلك. دي ماديات الحاسوب ولا برمجيات الحاسوب ولا المنطق المرن ولا التفكير غير الرتيب؟ عمليات متكاملة بتحل مسألة رياضية، بتعمل إحصاء، بتكتب، بتنجز عمل أنا عايز أعمله، بتساعدني على التعلم، فيديوهات. يبقى أنا بتكلم على برمجيات الحاسوب وليس ماديات الحاسوب. بكده يبقى راجعنا النهاردة مع بعض الموضوع الرابع في المنطق اللي هو تكنولوجيا الاتصالات، وجبنا مجموعة من الأسئلة وحلناها. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا، إن شاء الله يكون شيء مساعد لكم دائما على النجاح. إن شاء الله من الحصة الجاية هنبدأ مراجعات شاملة على المنطق كله. ربنا يوفقكم إن شاء الله. كان معاكم مستر محمد طه شلبي، موجه بالتربية والتعليم بالمنصورة، ده أهلية. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم.